ويذكر الكلية والوحدوية دائما وفي صدق تجاوز مثل هذا. اثيوبيا عندما كانت تحكم وحاولت ان تؤجج الصراع هذا بين المتدينين والمسلمين، لكنهم بمجرد ما حصلت يعني مثلا مجموعه مندل تقدم وتعمل كذا، لكن عندما وجدت الفرصه الثوره الاسلاميه كانت واعيه بان هؤلاء ليسوا هم يعني من داخلهم هذا التصرف، انما هي جهه اخرى دفعتهم دفع في هذا الاتجاه استغفارهم واما بطمع واما بتأجيج قضايا اخرى، لكن الثوره كانت حكيمه جدا بان هؤلاء يقتلوا من مرحله ان يكون هم معادين للشعب الثوري الى ان يكون فيما بعد جزء منهم جزء من الثوره وجزء من النضال الاثيوبي نفسه. فهذا ما لا يتاتى الا بوعي من الطرفين، وعي من القوى السياسيه بكلياتها لهذه الاشكاليات، وعي من القوى الثقافيه والمدنيه اللي موجوده بان مثل هذه الخلافات والاشكاليات تحاول ان توعي بها كل الاطراف بان هذه قضايا مفخخه وخطيره، ان تكون كذلك وعي من الشعب من الان ان نتعامل فيه ونحاول نرصد فيه الهوى بما يقول يعني الاشكاليات القاحقه وهكذا. فهذه القضايا فعلا هي قضايا خطيره، ولكنها نحن نعول على حكمة هذا الشعب والوطيات. إذن التعايش السلمي في إريتريا يضمنه وعي الشعب الإريتري وقواه السياسية والمدنية وسقوط هذا النظام ووصول نظام يحفظ الحقوق ويراعي حقوق الشعب كاملا ويحفظ له حقوقه وحرياته كاملة. شكرا جزيلا أستاذ علي محمود القيادي بالحزب الإسلامي الإريتري، كنت معنا في برنامج حوار الأحرار. كما أشكركم مستمعي الأعزاء على طيب المتابعة، آملا أن ألقاكم في الحوار المقبل. حتى ذلك الموعد تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوار الأحرار.